بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. في ويب سايت برضو عليه شوية أسئلة في الأندرويد ديفلوبمنت. لو أنت مقدم على بوزيشن أندرويد ديفلوبر، أول سؤال بيقول for starters what is Android anyway، إيه هو الأندرويد؟ قلنا الأندرويد هو نظام تشغيل operating system مفتوح المصدر، يبقى الأندرويد is a Linux based open sourced operating system commonly found on mobile devices، موجود على أجهزة التليفون such as زي السمارت فونز التليفونات والتابلتس. It is a kernel based system that gives the developers the flexibility، بيدي للمطورين المرونة to design and deploy simple or advanced apps، ان هم يقدروا يطوروا برامج بسيطة او متقدمة. طيب what is the current version of Android and how old is it؟ current version is 9. طبعا الويب سايت ده منزل الاسئلة دي من فترة زمنية كبيرة، ف السؤال ده الفيرجن حاليا احدث فيرجن هي مش 9، احدث فيرجن دلوقتي من الاندرويد هي فيرجن 13. حلو. طيب what database is used for the android platform، ايه الداتابيز، قاعدة البيانات اللي بنستخدمها عشان نكيش فيها الداتا البيانات بتاعتنا في الاندرويد؟ طبعا السيكوال لايت، وفي لايبراري مبنية على السيكوال لايت هي الروم، من اشهر المكتبات المستخدمة لانك تعمل كاشينج للداتا. يبقى سيكوال لايت عبارة عن اوبن سورس برضو سيلف كونتيند سيرفرلس داتا بيز از امبيدد ان اندرويد، هي موجودة اصلا في الاندرويد باي ايه، باي ديفولت. اوكي طيب بعد كده what is Android application architecture، ايه هو الاندرويد اركتكتشر؟ الاندرويد اركتكتشر بيتكون من الاندرويد فريم ورك، الاندرويد ابلكيشنز، اللينكس كيرنل، ولايبراريز. حلو، يبقى الاندرويد اركتكتشر بيتكون من الفريم ورك والاندرويد ابلكيشن واللينكس كيرنل واللايبراريز. حلو طيب can you change an application name، تقدر تغير اسم البرنامج بعد ما ترفعه على الستور وتعمل له deployment؟ although you can change it، بالرغم من انك تقدر تعمل كده فعلا، بس مش بيوصل انك تعمل كده عشان ممكن يبوظ بعض الفانكشناليتي وظائف الاب. حلو، انت تقدر تغيره. the real question، بس السؤال الواقعي should be او should you changing an application، هل ينبغي عليك انك تغير اسم؟ المفروض انت تبقى عارف اسم البرنامج من قبل ما تبتدي البروجكت وتسميه بالاسم النهائي. هل لو احتاجت تغيره؟ هتحتاج تغيره، بس مش بيوصل انك تقدر بانك تغيره بعد ما تعمل deployment للاب على الستور، عشان risk breaking some of its functionality، ممكن يكسر بعض الوظائف اللي موجودة في الابليكيشن. حلو، هناخد بقية الأسئلة في الفيديو اللي جاي.